البطولة صناعة الفرص أو الفرص المحققة، ودي حاجة في مصلحة يعني في مصلحتنا احنا تصب في مصلحتنا إنه الأهلي في الصدارة بالأكثر صناعة للفرص، الفرص 23 23 فرصة محققة. فرصة، وده رقم طبعا مميز بي يعني بيبين قد ايه النادي الاهلي او مستوى النادي الاهلي في بيوصل للمرمى كتير هجوميا طبعا، في البطولة. ودي يعني تحسب في المقام الأول والأخير لمارسيل كولر. ده شغل مارسيل كولر او المنظومه الهجوميه لفريق النادي الاهلي، قدرت ان هي تصنع 23 فرصه، وده رقم كبير جدا في اقوى بطوله في القاره. فرصه طبعا محققه بطوله الدوري ورا سيمبا ورا بيراميدز ورا الترجي، وفي المركز الخامس مازيمبي 14 فرصه محققه الخامس. مصطفى معدل اهدار الفرص، نروح للي بعدها. طبعا ده بقيه ده الاستحواذ، ده متوسط الاستحواذ. استحواذ مش اسلوبه، يعني هو في المركز ال 11 على مستوى نسبة الاستحواذ في المباراة. هو بيعتمدوا على الكرات الطويلة دائما من السردباكين، بيعملوا دائما على الأطراف، ومن الأطراف بيعملوا عرضيات للمهاجمين. ده طريقة لعب مازيمبي، واستغلال طبعا ملعبهم يعني أقصى استفادة ممكنة. أيوه. النقطتين دول هنحتاج لهم في قراية السيناريو بتاع المباراة، وإزاي بيفكر مازيمبي. هل يندفع هجوميا قدام الأهلي، يستغل أفضلية الملعب، يستغل حرارة الجو الساعة 3؟ مش عارف مش كانوا لغوا وما عندهمش إضاءة في الملعب ده؟ ما عندهمش، بيلعبوا كل مبارياته الثلاثة. ومازيمبي على فكرة أحمد دايما في كل مبارياته مع الأندية المصرية دايما يعني على ملعبه بيتفوق يعني. طبعا. طيب نروح للأكثر إهدارا للفرص. بيراميدز في الصدارة ويليه النادي الأهلي طبعا، وبرضه ده مؤشر النادي الاهلي بيوصل كتير يعني. طبعا بيوصل وبيهدر فبس يعني الوصول دائما للمرمى ده برضه مكسب. الاهلي مركز ثاني، مازيمبي مركز تاسع. ومعدل اهدارهم قليل يعني. بنتكلم هنا على فكره انه قدرتهم على صناعه الفرص قليله ومعدل اهدارهم قليل. انت لما تيجي تبص النتائج، مازيمبي اصلا عامه سواء في الدوري او في بطوله افريقيا هتلاقيها كلها 1-0 2-1 1-1 1-0 كده، كلها ما فيش يعني ما عندهمش. هو هدفهم في بطوله افريقيا شيخ بوفانا، خمس اهداف شيخ بوفانا يعني واحد من اللعيبه. والغريب ان شيخ بوفانا ما بيبداش على طول يعني. طب نيجي للسلاح الثاني عند مازيمبي، هو التسديد من بعد. يعني هم بيلجأوا برضو للتسديدات بشكل كبير. هنا بنتكلم على البطوله، برضو نفس البطوله الاكثر تصويبا على المرمى في البطوله دي هو النادي الاهلي في المركز الرابع، الاهلي بيحتل الرابع في المركز الثامن. احنا متوسط تصويبات الاهلي في المباراه الواحده 4.3، وده كان واحد من الاسلحه الحقيقه، خصوصا ان احنا عندنا لعيبه كتير جدا شويطه. يعني انا بستغرب الحقيقه، سلاح بيحتاجه فريق زي النادي الاهلي، فريق هجومي عايز دايما بيلعب على مكسب، بيقابل او بيواجه دايما بفكره تكتلات دفاعيه، زحمه، صعوبه في الاختراق. فبالتالي هنا واحد من اهم الحلول هو التسديد من الخارج. عندنا لعيبه مميزه كتير، عمرو السوليه، امام عاشور، مروان عطيه، وقفشه. وانت شفت في مباراه ريال مدريد ومان سيتي 3-3 اربع اهداف من ست اهداف تم احرازهم عن طريق التصويب من خارج الملعب. الحل طبعا مهم جدا. طيب نروح لواحده من الاحصائيات برضو في بطوله افريقيا الاخيره، متوسط الاستحواذ في المباراه مازيمبي ولا ده؟ لا بنتكلم هنا على استخلاص الكره في الثلث الاخير من الملعب. الوداد المغربي في المركز الاول، مازيمبي في المركز الثاني، والاهلي في المركز الثالث. طيب نروح لبعدها نكمل بقيه الاحصائيات. اكثر بقى استخلاصا للكرات يا احمد، ودي حاجه برضو مهمه جدا، اللاعب موامبا لاعب تي بي مازيمبي بيستخلص بمعدل 1.7، يعني تقريبا رقم واحد، بيقطع كورتين في كل مباراه من الضغط على الخصم في المناطق يعني في المناطق الدفاعيه للخصم. وده احنا ممكن ننبه هنا على اللعيبه اللي بتحتفظ بالكره زي محمد عبد المنعم او رامي ربيعه، ان هم ياخدوا بالهم جدا، لان هو عنده رقم مميز، هو اكيد عنده ميزه في الضغط على الخصم من غير فاولات كمان.